السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عارف انا ايه موضوع الزوجة التانية اللي قلبت الدنيا على السوشيال ميديا ده، مش عارفين ايه الهدف منه. يا لانوسة زايدة في مصر، ولا نسبة الطلاق عالية، ولا ايه، ولا عايزين تلبسوا الراجل في اتنين ولا تلاتة، مش عارف، مش فاهم. عاوز اقول لكم على حاجة، اما نقدر نفتح بيت نبقى نفكر نفتح التاني والتالت والرابع، واحنا قادرين نفتح بيت واحد، اما هنفتح 3 4 بيوت. ربنا يعين كل راجل متجوز، ربنا يعين كل راجل متزوج بأمانة والله. النهاردة كل بيت بيصرف، والأولاد بتصرف، وكله بيصرف. ربنا يعيننا بجد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.